قسم يا عمدة قسم بس من غير صداع. صباح الفل، انا احمد فؤاد من تي تريد. من كام شهر فاتوا لاحظت حاجه غريبه قوي. لاحظت ان اعلانات البيره وخصوصا بيره الاقصر ملت مصر، تحديدا ملت اتوبيسات هيئه النقل العام الجديده الخضراء كلها. محدش اعترض خالص ولا قال حاجه عليه. يا جماعه الموضوع مش مضايقني خالص، كل واحد حر يعمل اللي هو عاوز يعمله ويشرب اللي هو عاوز يشربه. بس الغريب ان محدش علق الاعلانات دي ولا قال يا جماعه البيره دي فيها كحول، الكحول حرام، خصوصا ان فلوس البيره دي بتروح للحكومه، يعني اتحسبت على الدخل القومي من خلال الاعلانات اللي بقت ملأ الاتوبيسات. الاعلانات كمان وصلت الجرايد. كنت تفتح الاهرام من فتره كده تلاقي اعلان نص صفحه عن بيره الاقصر وتحتيها عيش التحدي، ده غير طريق العين السخنه الدولي وطريق مصر السويس اللي متغرق اعلانات عيش التحدي واعلانات بيره هنكل وسقاره وحاجات تانية كتير انا مش فاكرها. يا دنيا ماشيه رقم واحد شاف الاعلان ده، رقم واحد شاف اعلان عيش التحدي في الشارع ولا حتى في الاهرام وعاش التحدي. برضه انا ما عنديش اي اعتراض، بس انا مستغرب ان محدش اعترض وحاسس ان في حاله سلم غير طبيعيه مع البير. يمكن عشان صورها محلي وشجع منتج ولادك وفيد اهلك، ولا يمكن عشان مسمينها على اسم الاقصر المدينه اللي معيشه مصر في خير وفيها تلت اثار العالم. انا يجوز والعياذ بالله من هول انا. بس انا عاوز اسال سؤال، البير حلال ولا حرام؟ واحد هيقول لي طبعا حرام. قال له طب ليه بقى محدش من الاخوه اللي شغلتهم رفع ضايع على خلق الله، اما بتهم بزراء الاديان او الحد على الرذيله او لسال سمعه مصر او حتى تجير الراي العام، قال ان البيره والاعلانات اللي ملت مصر دي غلط، ولا قال ان البيره حرام؟ ايه، ما بيركبوش اتوبيسات ولا بيمشوا في الشارع ولا بيقروا جرايد ولا هم عجبهم الحال ده؟ طب ايش، يبقى انا مش هقول لكم ان البيره حرام عشان محدش يقول علي ان انا بقدر الراي العام وخلي الشعب يعيش التحدي.